جميلة من قناة جوجو فاشن. أول طريقة رح نحتاج فيها هذه اللي نقطع فيها القطاعة. طبعاً ما أفضل إن يكون في الصحن عشان رح يتخرب معاكم. رح نحتاج لتوست وملعقة وسكينة، بس إنه يعني يكون معاكم أحد كبير، ولانش بوكس اللي هو علبة الأكل، ونوتيلا وهذا اللي يفرد بيها العجينة بس إحنا هنستخدمها للتوست، وكمان رح نحتاج لكورن فليكس. فيلا نبدأ نشوف كيف حنسويها. طبعاً أول شيء رح نقطع هذه، نقطع الأطراف حقتها، فحقطعها ورح أرجع لكم. وطبعا خلصنا التقطيع، لكن ما يصير نرمي النعمة في الزبالة أو السلة الله يكرمكم، عشان كده نأخذها في كيس نايلون ونحتفظ بها، يعني مو نحتفظ بها شوي، نحطها للبسس فشي زي كده. فدحين بعد ما خلصنا رح نحط النوتيلا عليها. هذه هي النوتيلا، طبعا مو شرط يعني تقدر تستبدلوها بها بأي شيء، يعني مو شرط أنها تكون الأصلية. يعني أنا دبي شريتها جديدة، فأنت كيف تقطعها؟ أسمع هذا كيس كده، فزي كده الحين فكيناها. رح نجيب الملعبة صح نسيت، لازم شو اسمه بهذي نعجنها دحينا. طريقة أسهل طريقة، نحطها كده جنب بعض نبدأ ونعجن. بعدين أنا زي كده لازم تسووها، عجنوها زي كده خفيف عشان إحنا حنلفها، فإذا لفيناها حتتقطع يعني زي كده بدون ما نعجنها. فرح نعجنها زي كده يعني. عم بهذه الطريقة ما تشوفين الحين صار لي مرة، ويعني كده على جو، بس هذه شوية ما تعجنت مزبوط كده مزبوطة. فدحين بعد ما خلصنا رح نبدأ وندهن عليها النوتيلا بهذه الطريقة. طبعا لا تحاول لا تكتر شوية نوتيلا عشان كمان لا يعور لكم أسنانكم، يعني زي كده هنا هذه ثاني هنا نكملها، يعني بدنا نزود. فدحين رح ندهنها بهذا الشكل. ايش ما كفت، وحاولوا كمان اذا انتم في صحتكم يعني زينا في الصفوف العليا، حاولوا انكم تكتروا شويه نوتيلا عشان راح يخش في السندويشت، عشان لو ما كترتوا يصير كده خفيف خفيف، فيعني حيكون طعمه وحش يعني مو مره، حيخش يعني في التوست. فدحين بعد ما خلصنا ندهن الثانيه بسرعه كده سريع. هذه الطريقة. ودحين بعد ما خلصنا منها راح نجيب الكورن فليكس، وراح ناخذ كده رشة بس كده بسيطة كده رشة زي كده. هنبدأ كمان ما ننسى الثانية، راح نجيبها ونرشها. طبعا حاولوا انكم توزعوها يعني مو تخلوها في جهة واحدة. فدحين راح نبدأ ونلفها. هذه الطريقة شوف كيف زي كده. هذه دحين ضبطناها الأولى، فهنضبط كمان إن شاء الله الثانية. وكده خلصنا من أول سناكس. طبعا عشان أنا ما عجنت ده مزبوط، فأنتوا عجنوها مزبوط عشان تطلع معاكم بيرفكت. فدحين راح نحطها في اللانش بوكس. هنا ثاني هنا نحط معاها الكورن فليكس عادي يعني. وكده أول وجبة صارت جاهزة ومية مية. طبعا هذه
يعني اللي مره خلاص دوبك صحيتي من النوم مره ما انت عارفه ايش تسوي. طبعا مو لازم تروحي يعني بدون فطور، لازم تحطوا معاكم فطور وبس. والثاني طريقة رح نحتاج فيها ليتوس، طبعا أنا قطعت أطرافه، وكمان رح نحتاج لفول سوداني وملعقة ونفس الأشياء اللي قلت لكم عليها في اللي قبله. طبعا أول شيء رح نعجن كمان برضو التوست، بس حنعجنه هذه المرة مظبوط عشان يطلع بيرفكت أو ممتاز يعني. طبعا كده احس يكفي وبزياده انه كده يكون. ف دحين راح نبدا ونجيب زبده الفول السوداني، طبعا هذا النوع اطعم نوع، مره احسه لذيذ، وخاصه الفول السوداني كمان مفيد في الصباح. راح نجيب القليل من الفول السوداني وندهنه على التوست، يدهنوا زي كده. طبعا اللي ما يعرف الفول السوداني فيه شو اسمه زي اللوز اسمه فول السوداني، وكمان هذا هو كده انا احس يكفي. طبعا ملعقه يعني نص ملعقه تكفي، فزي كده. دحين راح نبدا ونلف نفس الطريقه، هذه الطريقه، فكده انه احنا سوينا دحين فول سوداني. شوفوا كيف كمان راح اللي حلو فيه انه احنا سويناه مظبوط، فيطلع معاكم نفس الشكل ده ومرتب. دحين راح نحطه في اللانش بوكس، يلا تعالوا استعدوا للمدرسه. طبعا ما يمنع نحط فاكهه، يلا بسرعه خلينا نحط فاكهه. كيف عشان حبحب بسرعة، أنا حطيت شوية حبحب شوية عشان كمان مو يكون هذا، يكون لي كمان فايدة الحبحب أو الفواكه والفول السوداني. فيلا ننتقل للطريقة الثالثة. وفي تالي الطريقة والأخيرة رح نحتاج برضو سكينة، وهذا الشيء اللي قطعه مو قطع، أيوة قطع حقة التقطيع، وما رح نحتاج تست بس لحبة واحدة بدون ما نقشرها. كمان رح نحتاج تفاح، أحسن تفاح أخضر كمان أو كيفكم، ورح نحتاج لجبنة، جبنة سايدة طبعا، ولتش بوكس أو شنطة ما أدري إيش تسموها، قولوا لي في الكومنتات إيش تسموها. فأول شيء رح شو اسمه فتت، المهم أول شيء رح ندهن جبنة على التوست، رح نجيب الجبنة ورح ندهنها على التوست. طبعا حتى الجبنة لها فايدة، جبنا وكده احنا قد سوينا بالجبنة. فايش هنسوي؟ رح نسوي زي كده بهذه الطريقة. اول طريقة خلصناها لحينا، او الخطوة خلصناها قصدي، لحين رح نجيب التفاح ورح نقطعه، وانا بقطع بسرعة، خليني بسرعة اسوي حركة. شوفوا كيف خلصنا كده بسرعة. المهم قطعنا التفاح زي كده، فالحين مو خلاص خلصنا الحين من الطريقة، فهذه هي شكلها. وهذه كانت نهاية الفيديو، لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب والكومنت، وقولوا لي إذا سويتوا هذه الوصفات ولا لا، وقولوا لي تحت في الكومنت كمان إذا أنتم مجهزين أو
متحمسين للمدرسة أو لا؟ طبعاً باقي يومين أو يوم واحد أريدي، وبس يلا تشجعوا للمدرسة. وكمان لا يعني أنصحكم إنكم ما تأكلوا كتير، يعني في الفسحة اللي هو يعتبر فطوركم، أنصحكم ما تأكلوا الجمبريات أو التشيتوس والهادي. بنشيتوس هذا مرة يعني حار، أنا أكله طبعا، لكن إنه ما أكله في أوقات فطور عشان يعني 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 مو مرة حيكون صحي. وثاني شيء لا تشربوا الأشياء الغازية وزي كده. وثالث شيء من الأفضل إنكم تجيبوا شيء يعني يكون من بيتكم، وكمان إن أنتوا تسووه ويكون فيه له أمان 100%. وبس لا تنسوا لايك وشير وسبسكرايب مرة تانية. مع السلامة.